تمام. طلاب، واضحة مو عندكم الشاشة؟ استاذ واضحة. تمام. طب هسه انا اول الحين مرة استخدم البرنامج، شنو هو ما جاي الجوجل؟ اعرف من اشوف الشاشة، انا بس اسمع صوت، بس اسمع صوت. انا لا اول مرة استخدم البرنامج، لا بس اعرف بس صوت طالع عندي، ما اعرف لا, الشاشة من لا. تطلع تروح الصوت. على مو اكو اسمين اليا، الاسم واحد اللي قدامه برزنتيشن، فتروح على هاي البرزنتيشن اكو مثل الدبوس بس تفعلها اللون اللي تسويها باللون الاخضر. تمام استاذ، هسه اشتغل. شكرا استاذ. الله يحفظك. هنا هسه عندنا مراجعه سريعه، بروجرامينج لانجويج allow programmer and end user to develop a set of instruction that consists of a computer program. Many different programming languages have been developed, each with unique vocabulary, grammar, and user. عندنا هنا بالنسبة للبروجرامينج لانجويج، هنا عندنا programming language provide a basic build a block for all system and application software. أيضا هنا نقول هنا programming language allow people to tell computer what to do and where the mean of which software system are developed. We will describe the five generation of level of programming language. طبعا انا لما هنا شنو اللي اريد اوصلكم الفكره بين الستراكشر، البروجرامر لما يبني اللغه البرمجيه مالته لازم يكون ذات هدف معين. يعني مثلا انا لما اريد اسوي كولكليتر، يعني معناتها لما انطي الحساب 2 زائدا 2، يعني لازم بالاخير انا القى شنو اللي تنطيني 4. هاي بالنسبة للبروغرامر لما يبني البرنامج مالته لازم يخلي بالحسبان مالته اكو فد هدف من بناء البرنامج، مو انا اسوي بس برنامج الحالي بدون اي معنى، بس اكتب كود وبالاخير تقول له شنو هذا اللي انت سويته، يقول لك هيش الحالي. لا، هو حتى لو الحالة بس اكو فد هدف معين من عنده على مود يوصل فد فكرة أو موضوع معين أو حل مشكلة معينة. والغالبية العظمى اللي هو يقول allow to tell computer what to do، الغالبية العظمى اللي يريد يسوي اللغة البرمجية هي لازم تحل فد مشكلة معينة أو فد بربص لغرض معين. هنا يعني احنا نقول للكمبيوتر شنو اللي تسوي، مو الكمبيوتر هو يقول لنا شنو نسوي، لكن الكمبيوتر لما ينفذ العملية هو ينفذ based on the code that we put it inserted inside the code. الكود مالتي اكو فد هدف معين من خلال بناء هذا الكود. يعني هذا الكود اريد احسب مثلا عدد الطلاب بالكلية، أنا الكود هذا أريد أستخدمه مثلا بالبنك، هذا الكود أريد أستخدمه بالمطارات. فأني شنو أني لما أبني البرنامج وأنطي أخزنه بالحاسبة، أنطي الإعازات شنو اللي تسويه لما أخلي مثلا معلومات طالب وأقول له نيكس، لازم يوديني النافذة الثانية. أنا كلها هاي وين مسويها؟ أنا مسويها بالبرنامج، فأني اللي أتحكم بالحاسبة مو هي اللي تتحكم بيه. عندنا هنا البروجرامينج لانجويج، عندنا هنا اول وحده من احنا اللي تكلمنا عليها الثري ليفل لانجويج، وهو المشين لانجويج. المشين لانجويج وهي لغه الاله اللي هي تتعامل ويا الصفر والواحد. is the lowest level computer language consists of the internal representation of the instruction and
داتا، يعني تعتبر أوطأ لغة بلغات البرمجة، وتتعامل أيضا ويا الانترنال ريبريزنتيشن، والتمثيل مالتها يكون داخلي و of the instruction and data، الإعازات والبيانات. كل اللغة البرمجية اللي هي بالماشين لانجويج لغة الآلة تكون عندي عبارة عن واحد وصفر، مثل ما تكلمنا بالمحاضرة اللي باللاب، قلنا احنا لما تكون عندنا أحرف، رموز، أرقام، كلها هذا اللي أنا أكتبها، هاي أحتاج أن أحولها إلى صفر وواحد، بس أنا أحتاج لا، الكمبيوتر هو أوتوماتيكياً لا. لكن بالبداية لما كانوا يدخلون المعلومات للحاسبة بالبداية بالأربعينات وبالخمسينات، كانوا يتعاملون ويا واحد وصفر. ذيك الفترة لما يريد يدخلون حرف الأي لازم يتعاملون ويا الهكسا والأكتل والباينري، كل الأحرف والأرقام لازم تحول إلى باينري. فمن يحولها إلى باينري يدخل أرقام المن للحاسبة، لكن الحاسبة الآن كلها الآن أنا أضغط على حرف الأتش، حرف الأتش هو موجود برمز الحاسبة رقم 1011، أخذها أوتوماتيكيا، ظهر لي بالشاشة حرف الأتش، ما ظهر لي 01، لكن بداخل الحاسبة قاعد يتعامل ويا الرموز اللي هي 0 والواحد. The actual instruction understood and directly executable by the CPU composed of binary digit. طبعا كل العمليات اللي تجري بالحاسبة لازم تروح إلى وحدة المعالجة المركزية، من خلال وحدة المعالجة المركزية يشيك، يعني بصورة سريعة أشرح لكم إياها. بالنسبة للسي بي يو لما أنا أضغط 2+2 أريد أطلع المعلومات مالتها، أول شغلة تسوي ليها تحول ليها بالرام، بعدين من الرام يأخذها إلى الوحدة المعالجة المركزية اللي من ضمنها السي بي يو، ومن ضمنها اللوجيك أريثماتيك يونت، وحدة الحساب والمنطق، وأيضا أكو هناك بداخل وحدة المعالجة المركزية أكو السنترال هناك الكنترول يونت، وأيضا ريجستر، هذا الريجستر يخزن المعلومات. أنا أقول لاثنين يضغط 2 يوديها للسي بي يو، زائدا 2 أخذها دخلها إلى وحدة الحساب والمنطق، طلع الناتج مالتها حولها بالريجستر اللي داخل بالسي بي يو، من أخذ المعلومات حولها وين؟ إلى الرام، وراها يعرض ليها على الشاشة. طبعا all the language must be translated language before the computer can run the instruction, because the computer CPU is capable of machine language programming. مثل ما قلنا كل لغات البرمجة اللي موجودة ولحد هاي اللحظة C++, C#, VB، كل هذني لغات البرمجة، لغة الآلة حتى يصير عملية تنفيذ للإعازة اللي أنا أريده. شوف هنا Human Language، هنا عندنا هذا Human Language، هنا عندنا English French، هنا High Level Programming Language، عندنا Python Java، بعدين Low Level اللي هي Assembly تحول إلى Move، وآخر شيء تتحول إلى الباينري، وآخر شيء عندنا هنا الكمبيوتر هاردوير. هاي طبعا ما مطالب من عندكم، بس يعني على مود تعرفون الستيبس مالت المشين لانجويج شلون تكون، يعني اول شيء كيفيه الاليه مالتها. عندنا هنا بعدها هي الاسامبلي لانجويج، عندنا هنا الاسامبلي لانجويج. الاسامبلي لانجويج ار كونسيدر سكند جينيريشن لانجويج، ات از مور يوزر فريندلي، represent machine language instruction and data allocation and binary storage of using the memory mimic which people can be more easily use. طبعا هنا الاسامبلي لانجويج ليش قالوا هنا consider it is more user friendly. احد يقدر يقول ليش قالوا الاسامبلي more user friendly، شنو يقصد بيها؟ سبب
استاذ يعني نعم ابسط من الماشين لانجويج حقهم يعني قريبه شويه للانسان. أحسن بالضبط. هنا هنا ليش قال هنا مور يوزر فريندلي، يعني مفهومه عندي مفهومه. لما اقول له موف مثلا الاي اكس تو بي اكس، معناته نقول لي من هذا الريجستر تو هذا الريجستر. لما اقول له اد من هنا اد اي، وهنا عندي البي قاعد اقول له اد اضافه، هنا انا اقول له سب سوي له يعني مثلا يعني ماينس. اذا اريد اقول له ملتبلاي هنا انا ضرب الديف القسمه. هاي كلها شنو انا عندي معروفه مور يوزر فريندلي، باستطاعتي ان اعرف شنو اللي قاعد تجري العمليات. اكو بيها صعوبه؟ نعم بيها صعوبه، بس مو مثل المشين لانجوج. المشين لانجوج انا ما اتعامل ويا واحد وصفر، بس الواحد والصفر هو اللي يفهم الشين اللي قاعد يسوي. يعني لازم كل الواحد والصفر اترجمها يلا اقدر ارجع اليها. هذا بالنسبه للاسامبل لانجوج. الاسامبل لانجوج تعتبر اكثر لغه مقاربه للغه المستخدم. اي الهاي ليفل لانجوج اكثر وحده اللي مستخدمه للمستخدم، لكن كبساطه مقارنه ويا المشين لانجوج لغه الاله تكون اسهل. لكن هسه راح نجي ان شاء الله على الهاي ليفل، هي اكثر وحده قريبه للمستخدم. عندنا الهاي ليفل لانجوج اللي احنا نتعامل وياها، ثيرد جينيريشن لانجوج يوز انستراكشن which are called statements that closely resemble language or standard notion of mathematics. هنا الهاي ليفل لانجوج تعتبر الجيل الثالث، تستخدم الاعازات والستيتمنت من الاستمارات اللي موجوده بداخل اللغه البرمجيه، وتكون سهله للفهم ومور يوزري مور يوزر فريندلي بالنسبه للمستخدم، اكثر من المشين لانجوج لغه الاله، واكثر من لغه التجميع وهي الاسامبلي لانجوج. ليش؟ لان انا تكون عندي مفهومه اللغه الهاي ليفل لانجوج مثل ما تفضلت زميلتكم، يعني قالت اكثر اكثر يعني فهم للمستخدم، لان المستخدم هو يفهم ايش قاعد يسوي. فهنا لما اقول له الانت مين، انا بديت هنا الانت الاي انطيته 5، الانت البي هنا انطيته 6، هنا ايش قلت له؟ قلت له اف الاي اكبر من البي، السي اوت انا اعرفه شنو السي اوت، انا اقول له قاعد اقول له برنت فيرست نمبر از جريتر ايلس، بالعكس على ذلك لا اطبع لي سكند لانجوج از جريتر. هنا قلت له اعطيني ذن الارقام الاثنين، انا قاعد افهم هنا عندي اي 5 وعندي البي هنا 6 وسويت له شرط. هاي بالنسبه هاي كمختصر انا قاعد اوصلها اوصل لكم فكره بين الهاي ليفل لانجوج، هي تعتبر الجيل الثالث ومن ابسط اللغات، تستخدم نوع من الاعازات واكثر مور يوزر فريندلي بالنسبه لليوزر وقريبه للفهم، وتستخدم النقاط الرئيسيه اللي تكون مفهومه للبروجرامر وايضا للباك اند المستخدم على مود يستخدم اما الاسامبلي والهاي ليفل لا تحتاج بعض الترجمه على مود نفهمها. طبعا هاي مطالبه من عندكم اللي هي الادفانتج اوف هاي ليفل لانجوج اوفر لو ليفل لانجوج الكود ذا فالونج. هنا عندنا اول نقطه، هاي ليفل لانجوج ار ايزير تو ليرن ذان لو ليفل لانجوج. ليش قال هنا الهاي ليفل لانجوج از ايزير تو ليرن ذان لو ليفل لانجوج؟ احد يقدر يقول لي ليش؟ سهل التعلم، اسهل من تعلم اللو ليفل لانجوج. تمام بالضبط، هنا عندنا اسهل بالتعلم. ليش؟ لان الاعازات اللي انا استخدمها مفهومه علما لليوزر
وبالنسبه للباك اند والفرونت اند. احد عنده فد مداخله على شو نقصد بها؟ ليش نوب قال لين؟ استاذ العفو ما فهمت السؤال لان شويه صوتي قطع. هنا يقول ليش الهاي ليفل لانجويج ار ايزير تو ليرن دان لو ليفل لانجويج. يقول الهاي ليفل لانجويج لغات الجيل الثالث اسهل للتعلم من اللغات ذات الجيل الواطي المستوى الاول، لان هي اقرب لغه للمستخدم واكثر لغه مفهومه كاعازات تعطيها للحاسب، فتكون ضمن الاعازات الحياه اليوميه باعتبارها. تمام احسنتي بالضبط، لان احنا اللي قاعد نتعامل ويا الاعازات كلها نعرفها، انا اعرف الاف والفور سي اوت برنت كل هذين الامور اتعامل وياها واني اعرفها فسهله للتعلم. الثانيه بروجرامر از نوت ريكواير تو نو هاو تو كونفيرت داتا فروم اكسترنال اند فروم انتو انترنال وذين ميموري. هنا البروغرامر ما يحتاج ان يعرف شلون تتحول الداتا من الاكسترنال تو انترنال، من المرحله الخارجيه الى المرحله الداخليه بالميموري في الذاكره. بالنسبه اللي لغات البرمجه اللي مستخدمه بالحاسبات القديمه، يعني البروغرامر لازم يحتاج ان يعرف شلون يحول الداتا باللو ليفل. لما كانوا يستخدمون الماشين لانجويج كانوا يحتاجون ان يعرفون شلون يحولون هاي الداتا من الخارجي الى الميموري الداخلي. هنا most of high level language offer programmer variety of control structure within are not available in low language. طبعا اغلب لغات البرمجه تعطي للمبرمج variety of control، يعني سيطره مختلفه على الهيكليه مالت البرنامج اكثر من اللو ليفل لانجويج. يعني لما يكون عندنا خطا مثلا في كود معين باللو ليفل لانجويج طبعا من الصعوبه ان نجده. ليش؟ لان كلها عباره عن صفر وواحد، اما الهاي ليفل لانجويج واكثر هسه لغات البرمجه تاشر لي مثلا عندي بهذا السطر اني عندي اعاز خطا فاقدر ارجع عليه مره اخرى. هنا programs written in high-level language are usually more easily debugged than low-level language equivalents. طبعاً هنا البرنامج اللي مكتوب بالhigh-level language يعتبر more easy debug لما على مود أجد الخطأ مالته، أسهل من بالنسبة للغات البرمجة هي اللغة low-level language هي machine language، بينما الأسامبلي تكون أكثر أسهل اقدر ممكن بس كديباك هسه قبل شويه اللي تكلمناها على مود اجد الخطا تكون صعبه عندي، بينما بالهاي ليفل لانجويج لا بالعكس يحدد لي ويحط لي جواها خط احمر عندك بهذا الستيتمنت مثلا، هذا الستيتمنت انت اللي كاتبه ما يصير تكتبه، ممكن انت يعني عندك مثلا قابليه بلو اكثر من لغه برمجيه كتبت الفور الكونديشن او الفور او عفوا الاف الكونديشن اللي موجود بسي بلس بلس كتبته وين؟ بالسي شارب، بس بالسي شارب الى كونديشن اخر يختلف. فالفوكابولري والستيتمنت اللي كتبتها بهاي اللغه البرمجيه نوت ماتش، ما تكون متطابقه ويا اللغه البرمجيه الثانيه. فهنا البروجرامر يجد السهوله على مود يحصل على الخطأ اللي موجود بداخل البرنامج. اللي بعدها هنا عندنا most high level language offer more powerful data structure than low level language. طبعا اغلب ال high level language اللغات ذات المستوى العالي تعطي ذات قوة بالداتا ستراكشر، داتا ستراكشر الهياكل البيانات ذان اللو ليفل لانجويج اللي اخذته انتم بالمرحله الثانيه بالداتا ستراكشر، هذا طبعا بالهاي ليفل لانجويج.
وطبعا finally high level language are relatively machine independent constantly certain program are portable. اغلب الهاي ليفل لانجويج طبعا تكون independent معتمدة على اكثر الاعازات اللي موجودة بداخل البرنامج واللي انت تقدر تستدعيها. يعني احنا عندنا مثلا بالسي شارب او مثلا بالفي بي عندنا مثلا بوتوم، عندنا بعض البرامج نقدر احنا نستدعيها مباشرة من التولز اللي موجودة بداخل البرنامج. يعني انت اذا تريد تبني نقول مثلا بالسي بلس بلس ككود كبوتوم يحتاجك عدة اصعب، بينما بالفي بي حلوها وبسهولة بس من التولز تجي وتبني او تاخذها تسوي لها يعني تسحبها وتخليها بداخل الفورم وما يحتاج ان تكتب لك عدة اصعب من لغات البرمجة. فهاي طبعا يعني هنا نقول الفرق بين الهاي ليفل لانجويج واللو ليفل لانجويج. هسه نجي على يعني موضوعنا الرئيسي. هسه احنا عندنا اكثر شيء بدينا بالبروجرامينج لانجويج عندنا 3 جينيريشن اللو ليفل والاسامبلي والهاي ليفل. احد عنده سؤال مداخله عنده قبل لا نبدا بالترانسليتر؟ حد يعني عنده اشكال صعبه واضحه للكل؟ انا اتوقع يعني انتم ماخذينها بس اقول خاف احد عنده يعني عنده صعوبه يعني ما فاهمها شيء، يعني لان انا اعرفها انتم ماخذين هاي الامور. صح استاذ مخطي، بس انا اريد اعرف انه هذا هل هو مطالبين به بهذه السنه؟ السلام عليكم. عليكم السلام. طبعا مطالبين الهاي ليفل لانجويج لو ليفل. لربما اسالكم شنو الفرق بين اللو ليفل والهاي ليفل، فهذا طبعا مطالبين من عندكم. استاذ دكتور المحاضره تنزل على اليوتيوب لو لا؟ اي ان شاء الله، ان شاء الله احنا مسجله هسه حاليا المحاضره وباذن الله ارفع لكم اياها على اليوتيوب. تمام استاذ. هسه عندنا الترانسليتر. شنو الترانسليتر؟ اكيد تعرفونه، يعني اقصد مترجم. احسن مترجم. عندنا الترانسليتر هو شيء يسوي هنا الهاي ليفل لانجويج بروجرامز. طبعا الترانسليتر والكومبايلر والانتربريتر ثلاثتهم يكونون نفس الشيء، بس راح نجي عليهم واحده واحده. الهاي ليفل لانجويج بروجرام ماست بي ترانسليت اوتوماتيكلي تو ايكويفالنت ماشين لانجويج بروجرام. هل يوضح لي هذا السطر شنو نقصد به؟ استاذ يترجمها مباشرة او بصورة اوتوماتيكية حتى تكون مطابقة ويا المشين لانجويج. طبعا احنا مو قلنا بالهاي ليفل لانجويج كل لغات البرمجة تتحول لازم شنو للمشين لانجويج على متفهمة الحاسبة. فهذا الترانسليتر اللي موجود هنا عندنا ياخذ عندنا هنا هذا الترانسليتر. هذا الترانسليتر عندنا هنا هذا الترانسليتر، هذا السورس بروجرام، هذا مال من انا قاعد اتعامل ويا من؟ قاعد اتعامل ويا الهاي ليفل لانجويج. انا ويا من قاعد اتعامل؟ عندي السورس بروجرام، قاعد اتعامل ويا الهاي ليفل لانجويج. هاي على مود احصل على نتيجه واشيكها بالحاسبه واسوي لها عمليه ديباج اريد اسوي لها ترانسليتر. فهو الكومبايلر شو يسوي؟ ياخذ الكود مالتك من البدايه الى النهايه ويسوي له عمليه ترانسليتر. والاوبجكتيف مالتنا هنا البروجرامينج راح تدخل عندنا بالحاسبه وتتحول الى المشين لانجويج، ماشين لانجويج بروجرام. فهو هنا الهاي ليفل لانجويج هنا تتحول اوتوماتيكيا للماشين لانجويج. فهنا الترانسليتر از ذا بروجرام ذات تيكس ان انبوت بروجرام ريتن ان جيفن بروجرام لانجويج ذا سورس كود.
ترانسليتر عبارة عن برنامج يأخذ مدخلات البرنامج المكتوبة بلغات البرمجة المعطاة. The source programming language. Source مالت من مالت لغة البرنامج. To produce لإنتاج as an output program in another language. The objective or the target program. طبعا هنا بعد ما يأخذ اللغة البرمجية باللي بالهاي ليفل لانجوج راح يحول ياها إلى لغة برمجية أخرى وهي المشين لانجوج على مود تتعرف عليها الحاسبة وتفهمها. إذا إحنا هاي ليفل لانجوج ما إذا دخلت للحاسبة ما راح يفهمها إلا عن طريق اللو ليفل لانجوج. طبعا هاي الثري مين رولز طبعا هاي مطالبين بيها جتهم العام. هاي الثري مين رولز اللي موجودة عندنا عندنا هنا يقول لك إذا source program is written in assembly language. إذا هنا source program إحنا مو عندنا بالبداية source program. إذا source program مكتوب بالاسامبلي لانجوج بلغه البرمجه والتارجت التارجت بروجرام ان ماشين لانجوج ذا ترانسليتر از كولد شنو اسامبلر. شو يقصد به يسمونه اسامبلر. هاي الرولز مالته اذا كان عندي الاسامبلي لانجوج الاسامبلي لانجوج هو هذا از ا سورس بروجرام وعندنا هنا التارجت بروجرام هو المشين اللو ليفل Translator is called assembler. ثانية القاعدة الثانية إذا source language is high level language and the objective language is low level language then the translator is called compiler. إذا عندي آني عندي a source مالتي مكتوب بال high level language أنا عندي بال high level language والobjective language is low level هنا أنا عندي the translator is called compiler يعني كمترجمات. If the source language إذا عندي source language عندي هنا أنا باللow level and the objective language is high level then the translator is decompiler. هسه عندنا ثلاث قواعد رئيسية راح يطلع لي عندي الأسامبلر وعندي هنا الكومبايلر. سنجي هنا هسه عندنا ثلاث شغلات عندنا هنا الأسامبلر وعندنا هنا الكومبايلر. وعندنا هنا الدي كومبايلر. ما اعرف جوز الانترنت ضعيف صعب تشوفونه لكن هنا موجود عندنا هذا مثلا عندنا بال هنا هاي باللغه البرمجيه هاي الصوره الثالثه هنا شوف عندي هنا شوفوا طلاب اذا قاعد تشوفونه هنا طبعا هذا هيك الكومبايلر والترانسليتر يتعامل ويا اللغه البرمجيه راح توقف هنا بس انتبهوا عليها هنا هنا أنا شوف هسه أنا عندي هذا الكود البرمجي هذا الكود البرمجي راح يحول لي إلى شنو هذا الأسامبلي هنا أنا هذا الجامب والموف وبعدها يحول ليها إلى الباينري هذا التكست اللي 010 يحول ليها إلى اللو ليفل لانجوج. هاي الثري مين رولز بالترانسليتر فهاي مطالبين بيها هنا أنا ممكن يجي اختيارات ممكن تجيك فراغات ممكن تجيك تعداد بيها هاي احنا بالبداية الكومبايلر شوية مزعج يعني اول فصل فصل الثاني بالفصل الثالث عاد راح تبدي عندنا الالجور عفوا الجرامرز من تبدي عندنا بالجرامرز كله راح نبدي شيء فهم يعني اغلب الحفظ والهاية راح يكون بالبداية لكن اكو موجود حفظ
بس يعني الدرجه الرأي اغلب الدرجات يعني تكون نقول 70% 60% 80% من 60 إلى 80% راح تكون فهمي بالنسبه للكمبايلر، والبقيه راح تكون شرحيه، يعني يحتاج يعني تكون في الدرجه الكبيره راح تكون على الفهم بالكمبايلر. اغلب الكمبايلر بس يراد يكون متابعه وياي، لكن اذا عبرتك محاضره وجدت المحاضره الثانيه راح تكون عندك صعوبه ان تفهمها، فحاولوا يعني لا تغيب بالمحاضره الفهميه، اذا غبت بيها راح تحتاج ان تراجعها او تشوف واحد من صاحبك تيد. احنا همينا ايضا موجودين، اذا عندك اي مشكله نقدر نراجع لك اياها. هنا عندنا هذا الترانسليتر، قلنا ثلاث شغلات رئيسيه: الاسمبلر والكومبايلر والدي كومبايلر. هنا أنا هذا أيضا يعني اللي قبل شوية شوفتم إياه، هذا بالنسبة لكيفية الـ programming language. عندنا هنا أنا الكومبايلر، عندنا هنا طبعا مطالبين بالرسم مالته، اكو عندنا الكومبليشن بروسس، وعندنا الستيب مالت الكومبايلر، هذا راح ناخذه بالمحاضره الثانيه ان شاء الله. هاي يعني ركزون عليها. لازم اكو وشه ما اعرف وشه اي والله استاذ من يمك، لانه نحس عبالك مي بالمحاضره. دقيقه حاليا تمام، لو بعد هي لا تمام حاليا. لان يعني هم شويه بس ماكو شيء لا تخافون، يعني بس شغله فلامنزا عندي وما نعلم شويه ناتره. لا مو بصوت حضرتك، اكو فد وشه بالنت. ها ها هنا انا يلا غلش لا لا ما في شيء، لان الامور كلها طيبه، عندنا الاكل مالتنا شيك الحلو والمور، هذن الامور دوخه الاكسجين درجه الحراره، لا الحمد لله قاعد داوم بالكليه ما عندنا مشكله ان شاء الله. هسه حاليا اللي اي واحد يقول بيا فلاونزا يروح للدكتور لازم يكون كورس كامل مال علي قبل لا يشيكون، ان شاء الله يا ربي يحفظكم جميعا ويبعد عنا الوباء ويخلص النهايه المحنه ونرجع بالكليه سويه. هنا الكومبايلر عندنا ايضا، عندنا الكومبايلر الرسم مالته مطالب مثل ما قلت لكم، عندنا السورس بروجرام كومبايلر يطلع لنا الاوبجكتيف بروجرام، وعندنا هنا الداتا الاكسكيوتنج كمبيوتر، هنا الران تايم، وعندنا الريزلت، هنا ذا تايم ات ويتش كونفرشن ذا سورس بروجرام تو ذا اوبجكتيف اكيورز از كولد كومبايلر تايم، واذا اوبجكتيف بروجرام از اكسكيوتد ات ران تايم note that the source of program and data process at different time. هنا اللي هنا نريد نوضحها، the purpose of compiler is the source of program line by line. Compiler are translator which translator the entire programming into machine code. شنو نقصد بها هنا طلاب؟ شو يسوي هنا عندنا؟ بالنسبة للكومبايلر لما نريد يسوي ترجمة علم لكود معين ايش راح يسوي؟ راح يسوي ياخذ السورس بروجرام، ياخذ السورس بروجرام اللي هو الكود من الالف الى الياء، من واحد الى سطر نقول الف، هذا راح ياخذه كله يدخله بالكومبايلر تايم
ككومبايلر قال عندك اوبجكتيف، بعدين الاكسكيوشن تايم مالته راح يرجع لنا مره ثانيه على الكود ويشيكه لاين باي لاين، يشيكه لاين باي لاين، يقول اف ذا سورس بروجرام كونتين ايرور ذا كومبايلر هايلايت ا ليست اوف ايرور at the end of the execution of the programming. لما يكون عندنا error موجود بالكود اللي موجود داخل الكومبايلر ايش راح يسوي لنا؟ راح يضلل لنا اياه بالاخير. اذا شايفينه بالنوت النهائيه اللي صار عندكم تشوفون ان شاء الله، اذا احنا العمليه ايضا راح نشوف لما عندنا error يحدد لنا اللون الاحمر وراها يخلينا اياه بالنوت الاخيره الكومبايلر يجي عليه ويحدد لنا كم خطأ موجود بداخل هذا داخل هذا الكود على مود يطلع لنا شنو القسم من اغلب لغات البرمجة ينطيك سجستشن. طبعا هاي ايضا مخزونة بداخل اللغات البرمجية ينطيني سجستشن يعني انت خاف تقصد كذا. ليش؟ لان هو الاحتمال مثلا بالاف هو كاتب اف اي مثلا، يعني يقول مثلا انت تقصد هنا ال اف اي هي اي اف، اي اف هو الاف مثلا الفور اف ار او تقصد اف او او، هذا هنا راح يعطيك سجستشن المنت. فهذا شغل الكومبايلر هنا ما راح يسوي سجستشن، الكومبايلر يحدد لك الاخطاء اللي موجوده طبعا تعتمد على اللغه البرمجيه. وعندنا اخر شيء الانتربريتر. الانتربريتر هو another kind of translator. هناك يقول نوع آخر من المترجم الترانسليتر in which process in the internal form of the source program and data at the same time that interpretation of the internal source or that occur runtime and no objective programming is generated. هناك الفرق بيناتها بالنسبة للsource program يعطيني الobjective بينما هنا يعطيني الريزلت. بالنسبه هنا للرسومات مالت الانتربريتر والترانسليتر ما مطالبين بها، بس الكومبايلر مطالبين بها. وايضا هنا راح نجي اشوفكم هنا الفرق بين الرئيسيه بين الكومبايلر والانتربريتر. هنا الكومبايلر will stop translating if it finds an error and there will be no executable code generated. The interpreter will execute all the line before error and will stop at the line which contains the error. هنا يقول لك الكومبايلر سوف يتوقف من الترجمة إذا يجد أي error and there will be no executable code generated. شي يسوي؟ ما يسوي أي تنفيذ المن للبرنامج. بينما الانتربريتر ايش راح يسوي لي؟ راح ينفذ لي البرنامج هنا will execute all the lines before error and there will be stop at the line which contains the error. يعني اذا انا مثلا عندي يعني انا مسوي كود يعطيني مثلا عده فورم بهذا الكود، الكودات الفورم اللي ما بها اخطاء ينفذ لي اياها، بينما هنا بالكومبايلر لا لازم يريد الكود من البداية من البن من مين إلى to the end، لازم ماكو أي error حتى ينفذ إياه. الكومبايلر compile the program as the whole and it convert one statement of the program in one time. الكومبايلر هنا قلنا يسوي لي ترجمة للبرنامج as the whole. whole يعني معناته كل البرنامج يترجم لي إياها. هنا لا الانتربريتر لا الى عده هنا الى وان ستيتمنت الى في وقت واحد. الكومبايلر جنريت اوبجكت فايل، انتربريتر جنريت نو اوبجكت فايل. هنا بالكومبايلر يعطيني الاوبجكت فايل، بينما هنا بالانتربريتر ما يعطيني الاوبجكت فايل. الانتربريتر ترانسليشن از سلو. استاذ محمد ترى الصوت عاد مو واضح. بقية الطلاب يلا ان شاء الله نعالج هذا. ايوه بس الصوت واضح.
انت خال مايك ستار لو من المايك. انا مايك انا لا والله مايك الا يعني مايك من هذا الغالي يعني لا المايك يعني من هذا الغالي يعني هم ينزل مايك على مود يكون ما ادري الصوت صوت مالته واضح لربما بالانترنت بس ان شاء الله هذا يعني نعالجه راح بس المشكله وش استاذ هذا جدول مطالبين به نعم هذا مو جدول وانما الفرق بين الكومبايلر والانتربريتر الفرق نعم بين الفرق نعم بين مطالبين به نعم المحاضره تنزل لنا على شكل ورق ملزمه اذا نزلتكم اياها هاني نزلتكم اياها بالكلاس روم وايضا هذا يعني هذا الباوربوينت هم ايضا راح انزل لكم اياها انا يعني نزلتها بالكلاس روم يمكن شفتوها او لا وهذا ايضا بس هذا السلايدات ما نزلتها وايضا راح انزل لكم اياها وانزل لكم اياها على اليوتيوب ان شاء الله راح تكون عندنا القناه مال اليوتيوب شكو شكو محاضرة نسجلها وننزلها هناك إن شاء الله بس هاي إن شاء الله بالنسبة يعني للصوت نعالجها شوف حاسبة ثانية المايك راح أشيكها إن شاء الله خلنا نعالجها هاي بالنسبة هنا عنده الفرق بين الكومبايلر والانتبريتر هنا هذا الكومبايلر الترانسليتر الانتبريتر عندنا هنا ثلاثة يعني هاي مراجعة سريعة للكمبار اللي أخذنا أنا زيوس وبروديوس وفلنت بروغرام وانذر لانجوز روم سي تو باسكال مثلا هنا أنا الكمبايلر از ترانسليت دا جنريت تيكن فروم الهاي ليفل لانجوز روم سي تو باسكال تو لو ليفل لانجوز يوزر يوبجكت ماشين لانجوز شوف هنا الترانسليتر يحول من لغة من هاي ليفل لانجوز تو أيضا هاي ليفل لانجوز اكويفلنت تكون متساوية والكومبايلر والترانسليتر بروديوس the entire output before executing الكومبايلر والترانسليتر produce the entire output code before executing يعني لازم الـ entire output النتيجة النهائية قبل لا ينفذ ليها كل الكود لازم يكون صحيح وما عندي أي بي خطأ يلا يسوي للتنفيذ بينما الانتربريتر يسوي الاكسكيوشن تايم بيفور موفينج تو ذا نيكست ستيتمنت يعني يشيك لي خط باي خط لاين باي لاين يشيك لي الخطا يلا اذا ما حليت هذا الخطا ما راح يروح لي بينما الكومبايلر لا يقول لي عندك خطا برقم واحد خطا برقم اثنين خطا رقم ثلاثه خطا رقم سبعه خطا رقم 20 خطا 100 بالانتربريتر لا يوقف على الستيتمنت رقم مثلا سبعه يقول لك حله ما حليته ما يروح على اللي بعده من تحله يروح لك على الخطأ اللي رقم مثلا 20 من حليت رقم 20 يروح لك على رقم 3 فانا بين الانتربريتر والكومبايلر والترانسليتر استاذ بلاز احنا اكو اثنين من الطلاب هسه بالجروب يقولون طلعوا ما يقدرون يرجعون انس حميد واسماء نعم أنس خاف مستخدمين الميل هو أنس يقول فرد دوما قطع عند الانترنت احتمال صيانة وما أعرف اسمه تمام يا ريت يدخلون مرة أخرى من عثمان يا ريت يدخلون مرة أخرى تمام رجع يم اسمع وانا ساعتقد الانترنت وصل يم فرد نوب اها تمام هسه عندنا اخر شيء هنا عندنا اخر شيء هنا الكونكلوجن ملخص مالتنا
we discuss about the programming language. عرفنا احنا اللغات البرمجة low level والassembly second generation والhigh level language. We learn about the three generation of programming language. واحنا ايضا تكلمنا شنو اللغات البرمجة. We differentiate between translator, compiler and interpreter. عرفنا شنو الترانسليتر، عرفنا شنو الكومبايلر، وعرفنا شنو الانتربريتر. إذا تريدون هنا عندكم آخر شيء طبعاً هذا يوضح لكم إياه حيل هنا. وعندنا أيضاً الرولز مال الترانسليتر أيضاً مهمة. الفرق تعلمنا شنو الفرق بين الهاي ليفل لانجويج واللو ليفل لانجويج. ليش إحنا نستخدم الهاي ليفل لانجويج وعدم الاعتماد على اللو ليفل لانجويج؟ طبعاً إحنا مجبرين أن نأخذ الهاي ليفل لانجويج لأن هسا حالياً اللو ليفل ما مستخدمة عندنا حاليا. طبعا هذا اللي حبينا اليوم نشاركه وياكم. اذا احد عنده اي سؤال استفسار ان شاء الله هاي المحاضرة راح احولها بي دي اف بالنسبة للسلايد، واني المحاضرة الاولى نزلتكم اياها بالكلاس روم. راح نوقف هنا أنا بالنسبة راح اوقف ان هنا التسجيل اعتبار المحاضرة.